في هذا الشوط نصير في هذا الانطلاق المميز. ما شاء الله 72 مشارك تقريبا يتواجد في هذا الشوط ختامي مصغر ينطلق على أرضية هذا الميدان. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول والمنطلق هنا على الصدارة في هذه اللحظات ومقدمة هذا الشوط بهذا الأداء المميز الجميل. سراب على الصدارة وعلى المركز الأول لسعيد بن عيسى بن سالم البلوشي والمنطلق على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني ياتينا المفتي محمد بن راشد بن مشروم الكعبي، والوصول هنا هذه اللحظات أيضا من ممدوح لمحمد بن ناصر بن سلطان اليبغوني الظاهري من ياتينا على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع والانطلاقات والتحديات الجميلة هنا على المركز الرابع، وأرى تحدي مميز جميل. ويأتينا هنا أدهم علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر من ينطلق على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شاهين سعيد بن سالم بن محمد بن الشوين المنصوري من ياتينا على المركز الخامس، وفي المركز السادس هنا الانطلاقة من شاهين لنايل بن راشد النايلي الشامسي ينطلق هنا سادسا، وفي المركز السابع، المركز السابع نجد حمد بن محمد بن سلوم الخيلي هنا من ينطلق بهذا الأداء الجميل. هناك شاهين علي بن محمد بن مسعود المزروعي ينطلق بالتحديات والإثارة على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع مشعل ياتينا تاسعا سليم بن حليط بن حميد الدرعي، والوصول من الطايف المبارك بن حمد بن القرين العامري، وعاشر مراكزنا هناك بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة ياتي نجد لحمد بن محمد بن سرومة الخيلي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي وبالإثارة، ولكن الصدارة، الصدارة مع سراب المنطلق على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول هو صدارة هذا الشوط. هنا صدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سراب سعيد بن عيسى بن سالم البلوشي هو المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة وعلى المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هناك الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة، ياتينا الطايف المبارك بن حمد بن القرين العامري على المركز الثالث. هناك من الجانب الآخر مشعل سليم بن حليط بن حميد الدرعي من الجانب الآخر يتسلل بهذه التحديات الجميلة، وأرى اسم آخر قادم، أرى اسم آخر قادم ما شاء الله. هنا الوصول من المحيط خالد بن ثاني بن حارب الظاهري القادم في هذه الانطلاقات الجميلة، وأرى بن زعيتر أيضا وشعاره قادم هنا مع الشميمي منصور بن سالم بن زعيتر العامري يتدخل بكل قوة. هنا الوصول من هناك الشبل صبح بن راشد بن مصبح الظاهري يتدخل في هذه اللحظات. هنا أيضا وصول أي هذا الأداء المميز الجميل الله، بدأ اختلاط الحابلي بالنابل في هذا الانطلاق. الله الله، شاهين مبارك بن سلطان بن قران المنصوري بأول ندى، بأول ندى، وهنا هنا القادم صفوان هلال بن سالم بن طراف المنصوري، وبعود الى الصداره، بعود الى المقدمه، الى المركز الاول، الى صداره هذا الشوط. سراب، سراب المسيطر على زمام الامور، المسيطر على الصداره، على المقدمه، ولكن ارى الله التسلل بدا، التسلل من المحيط
المحيط خالد بن ثاني بن حارب الظاهري انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا صفوان على المركز الثاني، أهلال بن سالم بطراف المنصوري، والقدوم القدوم من قبلين هنا الخروف لسعيد بن مبارك بن سالم العمري، وأرى أيضا هنا شهيد مبارك بن سلطان بن قران المنصوري القادم للسلوك. التحديات قوية، وهنا هنا 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 يأتينا الشبل مصبح بن راهل بن مصبح الظاهري، ولكن الله 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 يا بن نافع، الله يا بن نافع، مروح 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 يمعى بن نافع الشدي. المنصوري أتانا من حيث لا نعلم، وانتزع الصدارة، انتزع المقدمة، انتزع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك المطلق في هذه اللحظات المحيط خالد بن ثاني بن حارب الظاهري، والوصول من قبل أشقر سالم بن عبد الله بن طير العامري، ولكن أرى هنا 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 شكلان سعد بن مبارك بن مصفر الدوسري أيضا قادم، ولكن مروح روح مروح روح بالصدارة، روح بالمقدمة، روح بالمركز الأول في هذا الانطلاق الجميل الجميل. ها هو مروح هنا جزيرة مروح في العاصمة الحبيبة أبو ظبي، مروح مروح يمعى بن نافع الشدي. المنصوري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شكرا يا أبو شهاب على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصول مروح إلى خط النهاية. المركز الثاني أتانا المحيط لخالد بن ثاني بن حارب الظهري. المركز الثالث شكرا لسعد بن مبارك بن مصر الدوسري. وفي المركز الرابع المركز الرابع هناك والانطلاقات والتحديات هنا والإعادة فيها الإفادة. نتابع مشاهدينا الكرام هذا الانطلاق المميز الجميل هنا على أرضية هذا الميدان. الصدارة مروح على المقدمة ليمعى بن نافع الشدي المنصوري من وصل إلى خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس. 7:37 9 من الأجزاء من الثانية توقيت زمني. تهانينا والناموس والسلام للوثبة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني أتانا هنا على المركز الثاني المحيط لخالد بن ثاني بن حارب الظاهري ب7:38 7 من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. بينما المركز الثالث عندك يا الدوسري، هناك شكلان لسعد بن مبارك من مصر الدوسري من أتانا ب7:41 جزئين من الثانية. والمركز الرابع كان الخروف لسعيد بن مبارك بن سالم العمري. وفي المركز